مثلا سيتي عليها سميتي محمد الحاس في الكليه محمد سميتي الله يرحم عليكم الوالدين بغيت تشوفوا في هذه الحاله ديال هذه البنت هذه دير دائما ليل ونهار راجل عام هذا تقريبا دابا كان مشي للبوعرفه مشيت للبوعرفه مشيت للوجه عند الاخر للراشديه مشيت للميسور ما داروا ليها والو وفاش كتمشي للبوعرفه وكتمشي للميسور نعم شنو تيقولوا لكم؟ المهم هما دابا كيقولوا لنا ينطبق البنت عاد نجيبوها دير الاخر دير العمليه يعني ما تنطبقش العين ما قدوش يقيسوا بها يقول لك سير عاد دير لها العمليه وانا دارت لي في العذاب هذا البنت هذه البنت راه عذبات لي بزاف مني عذبات لي راه بكات لي من نهار هكا مشيت للراشديه نعست فيها شي اربع ايام عطاونا الورقه ديال باب الحديد جيت لباب الحديد نعست 13 يوم فيه ما غير كيسبحوا عليها كيلقيو ليها الشيء ديال الوسخ اللي كطر من العين وصافي هادشي واخا كاين شي باب الحديد باب الحديد كيفاش كانت المعامله ديالهم مع البنيته وكيفاش كانوا يستقبلوا الحاله ما تلقاش اللي يخليك تدخل تشوف واش كيديروا دابا هي امها اللي كانت معاها ما عارفه والو ما بغاوش يشدوها ولا ما شدوهاش عندهم تما يحسوا ما كيداروا ليها والو غير المهم غير بحال خلاوها تنعس ترتاح وصافي المهم هما نعسوها غير ترتاح وصافي ما كيديروا لا والو طلعوني اليوم الاخر للمركب طلعوني لتمايا داروا عليا تما شي فرمليه ولا شي جا شي قالوا لك المهم البنت راه ما شدنا فيها والو غادي تخرج بحالها كاين كيفاش ما شافوا فيها والو زعما واش المهم هما هادشي اللي قالوا لي انا ما عارف والو ما قريتش انايا ما عارف وكيهضروا تمايا بالفرنسي وكذا انا ما خرجت المهم العربيه راه بزز باش كان نهضر بها ما عرفت قالوا اش كيقولوا المهم في التالي قالوا لك غادي تمشي تخرج ها الورقه ديالك والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا عائشة الملك والله ينصر سيدنا تلقاي بحياة هاد البنيته طلعت على جهة المركب عندي شي صغيرة تما كاين دزت وانا كنشوفها هي والاب ديالها والام جالسين على برا بحويجاتهم شفت انا البنيته وانا كنشوف عينيها هكاك خارجه انا صحابلي ساكنين قراب ولا شي حاجه باش نهزهم ونوصلهم ملي سولتهم قال لك اودي حنا ساكنين بعاد وراه كانت 13 يوم ولا 12 يوم وحنا في باب الحديد ما داروا لهاد البنيه حتى حاجه هزونا الصباح بالامبيلونس جابوا لنا المركب منين حطوا البنيته قلتو معاهم شي فرمليات قال لكم من هنا لهنايا في الثلاثه وما قالوا لا خرجوا على حالاتكم خرجوا برا ما لقيتهمش مساكن حتى باش يشدوا الطاكسي حتى الطاكسي ما لقيتهاش باش يشدوها البنت كتبكي الراجل كيبكي المراه كتبكي قطعوا لي القلب ديالي والبنت في واحد الحاله لا يرثى لها بقات فيا هذا هو اللي كاين وكنطلبوا الله من المحسنين الى شافوا هاد البنيته وشافوا هاد الاب ديالها والام زعما يعينوهم ويشوفوهم يشوفوا زعما كيديروا لهاد البنيه ما يخليوهاش في هاد الحاله وكنطلبوا من جلاله الملك الله يخليه لينا الله ينصرو لينا يشوف تا من حال هاد البنيه هاد الشيء اللي